احنا قناة هي أول قناة مصرية للمرأة. تحب توجه لنا كلمة؟ طبعا بقول لكم برافو عليكم ان انتوا عملتوا قناة زي دي، لان فعلا المرأة تستاهل كل تكريم، وده تكريم وتشريف ليها ان يبقى في قناة باسمها. ويا رب تقدروا تعملوا الحاجات اللي فعلا نرجع المرأة لأصولها وعاداتها وتقاليدها ومبادئها. لازم شايف ان المرأة واخدة نفس دور الرجل في المجتمع، واخده نفس الحقوق؟ طبعا دلوقتي المرأة بقت واخده حقوقها كاملة في كل حاجة، في كل المجالات. بنشكر الرئيس ان هو فعلا عمل لها ده، وبقت قاضي وبقت وزيرة وما حدش يعرف هتوصل لفين تاني. جدا لحضرتك، شكرا. ميرسي ليكي.